قد ما كانوا الصعوبات قد ما كان الاجر كثير الاجر كثير. اكرمك الله، الله يحفظكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم، ياك كلشي بخير؟ المهم هاد الثلاث انت مزيدات واش كان؟ هاكي زيد بالخير خويا. واش راه تصلب؟ يا يا واش راه تصليو؟ واش راه تصليو؟ ولا صليتو دعيو مع المحسنين. شحال قلت لكم ديك النار كاينه من مليون؟ 20 الا داخل خير يا ضمي. اذا الاخوان دابا حاليا راه كيما سمعتوا راه هو الحديد كيتحطم، السيمه كتحط لتحت، حيت الى الشهود الناس كيفاش دابا ياك الشهود المعاناه كامله توصلنا السلعه، باقا معاناه اخرى ديال الترونسبور. راه باقي دابا شي هادشي السلسله الفنيه ديال الترونسبور الاخوان باقي غنزيدوا عليها فلوس اخرى باش نوصلوها للجامع. ما تيقتونيش ياك، غدا غتشوفوا اشنو غيتزاد على هاد الترونسبور هذا باش يوصل حتى لحدا الجامع. الله غدا ان شاء الله باش نوريهم كيفاش غتهزوا السلعه للبلاصه فين ناويين تبنيو الجامع. عيشوا معنا الاحداث الاخوان وشوفوا الناس كيفاش كتعيش وسط المعاناه وسط الصعوبات وكيخلقوا السعاده والافراح والابتسامه بحال هكا. اكرمكم الله سيدي، جزاكم الله خيرا. تخيل معايا دابا تخرجت السيما والله ما تفرحك، وهاد الناس راه فرحتهم وماشي ليه. الله سيدي لنبيك الله. الله يجازيكم بخير. الله يجازيكم بخير. يا الاخوان من بعد ما زينا السلعه في الكاميوات دابا غنهزوها فوقاش. المهم صباح الخير الاخوان، هذا راه يوم جديد. الناس ديال الدوار كيديروا الترتيبات لانهم دابا ان شاء الله تجمعوا هنا باش يهزوا السلعه يديوها كامل للجامع، نساء رجال اطفال. هادشي اللي كتشوف دابا هادشي اللي بان ليه. واخيرا الخوت السلعه وصلت للدوار، ولكن ما وصلت للبلاصه فين ناويين نبنيو المسجد. داكشي اللي كنشوفو العيالات ديال الدوار جايبين القنانب وغيهزوا ليها جور على دارهم. فعلا الخوت هاد النساء كيستحقوا التكريم، كيستحقوا الاهتمام، كيستحقوا تغطيه اعلاميه، وكيبقاو فيها بزاف لان خاصهم طريق، خاصهم سبيطار، خاصهم محاربه الاميه، خاصهم تغطيه اعلاميه. وكنتسائل على بعض الجمعيات اللي كيدعيو دفاعهم على حقوق المراه او على القضيه الامازيغيه. اين انتم من مطالب هؤلاء النساء؟ واش نشوفوا شنو كدير انا؟ هزت لي جور ولا ما كاينش؟ هاد جوج يا جوراتي ما ثلاثه راه ما نكدش عليهم انا. انا وين الزاي؟ تا انا غنهز معاكم، ها غنضامن معاهم والله حتى ثقيل هاد الشيء بالله. ها شوف، ها اللي باغي يدافع على حقوق المراه يجي هنا، اللي باغي يدافع على الامازيغ يجي هنا. اما قضيه اللغه وقضيه الترسيم وكيتصرفوا ميزانيات، العيالات هنا بغاو سبيطار، بغاو طريق، بغاو مسجد، بغاو مدرسه، بغاو محاربه الاميه، بغاو يتعلموا الخياطه. ياك ولا لا؟ ها هو سولهم عمر يجي مشيت شي دوار قالوا لي اخويا بغيناك ترسم لينا اللغه ولا بغينا نقراوها في المدارس. ما كاينش هادشي، ما عرفتش انا علاش الواقع كيف طلبات وفي التلفازه كنشوفوا طلبات اخرين. صافي نديماريو.